وزارة التربية والتعليم أكدت لما اطرح موضوع تطوير التعليم على لسان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مرتين إن الموضوع مطروح للحوار المجتمعي، لسه ما فيش صورة نهائية ولم يحدد له وقت. ولما كان في اجتماع بين الدكتور رضا حجازي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برضو تم التأكيد على إن الموضوع مازال مطروح للحوار المجتمعي. وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، طالما في حوار مجتمعي بيبقى فيه حوار إعلامي، بنستضيف فيه المتخصصين، بنسمع آراء حضراتكم، وده نوع من الحوار المجتمعي، بنتكلم فيه مع المتخصصين وبنتناقش عشان في الآخر تبقى كل الآراء وكل الأطروحات قدام المسؤولين، ويبقى الموضوع في الآخر لا تكرر تجارب سلبية زي اللي حضراتكم قلتولنا عليها في التعليقات. تخوفات كلها يعني مشروعة، ولكن إن شاء الله يبقى اللي جاي خير وجاي أفضل. بيشرفنا إن احنا يكون معنا النهاردة دكتور سوزان سلامة، ماجستير تكنولوجيا التعليم والتربية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. وبيشرفنا كمان يكون معنا أستاذ دكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، والضيف الدائم معنا في البرنامج. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين، تحياتي لحضرتك. دكتور عاصم، خلينا ندخل مع حضرتك في الموضوع سريعا ونتكلم. أكيد حضرتك سمعت عن النظام الجديد وفكرة المسارات وإلغاء نظام التشعيب. تقييم حضرتك للفكرة بناء على خبرة أستاذ جامعي وسوق العمل واختلافات سوق العمل في الوقت ده عن ما مضى، مش هقول من سنين، ده من السنة لسنة بقى تختلف. شايف حضرتك إن هذا القرار في هذا التوقيت ضروري ومهم؟ طبعا خلينا نتفق ان قرار او مقترح تطبيق نظام المسارات في الثانوية العامة جاء استجابة لسوق العمل من ناحية، واللي حضرتك تفضلت واشرت انه متغير باستمرار ومتجدد بوتيرة سريعة جدا، بالإضافة للاستجابة أيضا لمطالب الطلاب وأولياء الأمور والأسر المصرية اللي دايما بتعاني من ضغط وتوتر وقلق مصاحب بصفة دائمة للثانوية العامة. نظام المسارات اللي بتقترح وزارة التربية والتعليم يتم طبعا إلغاء نظام التشعيب الحالي القائم حاليا، علمي وعلم رياضة، علم علوم وعلم رياضة وأدبي. هيبقى عندنا أربع مسارات: مسار للقطاع الطبي، ومسار للقطاع الهندسي، ومسار للذكاء الاصطناعي، ومسار للعلوم الإنسانية. أربع مسارات رئيسية. المسار ده أولا لما يبقى عندنا مسارات في الثانوية العامة بالشكل ده، فده بيدينا قدر كبير من المرونة الأكاديمية، لأن الطالب متاح له في نظام المسارات ده أنه يختار مسارين، يعني يدرس مواد خاصة بمسارين، ومتاح له أنه يعدل المسارات بتاعته. يعني دخل مسار معين، يعني ممكن خلال دراسته المسار ينقل مسار تاني، ينقل لمسار تاني، ممكن يدرس أكتر من مسار. أولى سنة يا دكتور؟ بالضبط يا فندم. بس خلينا نقول إنه لسه الخطوط العريضة هي اللي مطروحة، لكن لسه التفاصيل يعني هيتم طرح هذا الأمر لسه للحوار المجتمعي، وبعد ما يتم طرحه للحوار المجتمعي هتصاغ التوصيات على شكل قانون للثانوية العامة. هذا القانون هيدخل مجلس النواب يناقش، وبعد كده بعد ما يتم إقراره نبدأ نقول إن في عندنا نظام للمسارات وبشكل معين ويتم تطبيقه. لكن لازال إلى الآن مقترح في انتظار الإضافات من الخبراء ومن المشاركين في الحوار المجتمعي، وفي انتظار وضع الخطوط التفصيلية والخطوات التنفيذية لهذا الأمر. احنا مش بنتكلم على السنة الجاية لسه. فإحنا بنناقش برضو الفكرة بعموميتها، لسه تفاصيل هذه الفكرة لم توضع بعد. لكن هذا النظام بيحقق قدر كبير جدا من الفروق، مراعاة للفروق الفردية أيضا بين الطلاب، لأن الطالب دلوقتي في طالب هيكتفي بمسار واحد، وفي طالب ممكن يدمج بين مسارين على حسب قدراته وعلى حسب إمكانياته يقدر يعمل ده ولا لا. صحيح. كمان لما يبقى عندنا مسارات الطالب هو اللي مختارها، فده بيعطي للتعلم معنى وقيمة، لأن أنا مختار الحاجة دي علشان توديني لطريق معين، فأنا قناعاتي هي اللي محددة مستقبلي. فده بيخليني أحس إن الحاجة اللي بدرسها ريليتد قوي للحاجة اللي أنا بحبها واللي أنا أقدر أعملها بعد كده، فده بيشجعني على مزيد من الجهد ومزيد من الحماس، وأبقى بتعلم حاجة أنا اللي عايزها وعارف أنا هستفيد بها في إيه. بخلاف ما تبقى مفروض عليا مواد أنا بدرسها مش عارف أنا بدرسها ليه. صحيح يا دكتور. دي برضو نقطة مهمة. النقطة برضو المهمة في نظام المسارات إنه بيتوافق مع التغيرات اللي حصلت في التعليم العالي. طبعا في الفترة الأخيرة تم استحداث تخصصات بينية والذكاء الاصطناعي وحاجات بتتطلب إن الطالب يكون عارف في الرياضيات وعارف في العلوم.
وده ما كانش ما كناش نقدر نحدده يعني او ما كانش ما كانش موجود يا علم علوم يا علم رياضه، لكن احنا في عندنا تخصصات عايزه ده وده يكون دارس ده وده، فده يبقى متاح في نظام المسارات. يبقى هي استجابه ايضا للتغيرات اللي حصلت في سوق العمل من ناحيه وفي نظام التعليم العالي من ناحيه اخرى. تمام يا دكتور. دكتور سوزان، اتنقل مع حضرتك وبعد ما فهمنا الدكتور عاصم، شايف حضرتك ان ده هيبقى تطور حقيقي يقضي على الإشكاليات اللي احنا بنعيها، الضغط النفسي، الغش، الدروس الخصوصية، يعني تطور يتلامس مع مشاكل أولياء الأمور والطلبة واحتياجات سوق العمل، ولا لسه محتاجين نضيف له حاجات؟ هو النظام ده جميل جدا في المجالات الموجودة في سوق العمل الجديد. يعني مثلا متوقع خلال الخمس سنوات الجايين هيبقى في مجالات كثيرة هتغزو العالم بشكل تكنولوجي. بنتكلم مثلا عن الحوسبة السحابية اللي هي الكلاود كومبيوتينج. هيبقى كمان في مجال كمان اسمه تحليل البيانات، بيج داتا انالايز. في كمان الواقع الافتراضي هتبقى موجوده في التخصصات، هتبقى موجوده. ده دي المجالات اللي هتغزو العالم خلال الخمس سنوات القادمه. يعني ايه طيب اصلا هتغزو العالم؟ هيبقى كل ده هيبقى فيها شغل على مستوى العالم كله. الدراسه دي كمان اتعملت في امريكا وقالوا ان دي من اكتر الوظائف الحيويه اللي هنحتاجها في الخمس سنين الجايين، واكتر يعني في الخمس سنين دول هيبقى فيهم تطور بشكل كبير. عمليا بقى دكتور انا محتاج احول ده لمناهج، لمناهج دراسيه، محتاج وقت طبعا. لان احنا بنتكلم في ما هو ده الحاجه الجديده اللي الدكتور رضا حجازي اللي قال وزير التربيه والتعليم طبعا اقترح للثانويه العامه، قال ان هيبقى فيه نظام المسارات. قال ما فيش علمي وما فيش ادبي وما فيش تشعيب، ولا علمي رياضه ولا علمي علوم، مش هيبقى فيه تشعيب خالص، هيبقى التعليم بنظام المسارات. هيبقى عندنا أربع مسارات تعليمية، المسار الطبي والهندسة والمجالات والعلوم الإنسانية اللي هي المواد الأدبية والذكاء الاصطناعي الـ AI الـ Artificial Intelligent. هو ده اللي هيغزو العالم في الفترات القادمة. ما بقاش في بقى فكرة قمة وقاع، احنا مش في جبل، في قمة وقاع. الفكرة دي خلاص هي اندثرت وما بقتش موجودة كتير يعني. طب هي إمكانياتنا حاليا، إمكانيات مدارسنا والإمكانيات اللي موفرها الوزارة هتسمح إن أنا أدي هذا النوع من اللي محتاج معامل ومحتاج تقنيات ومحتاج نت بسرعة قوية؟ هل أنا ممكن تكون مدارس فيها كده لكن في مدارس كتير ما فيهاش الكلام ده؟ كتير كتير محتاجة تطوير جامد جدا، ومحتاجة بنية تحتية، محتاجة بنية تحتية متطورة علشان نقدر نواكب التطور اللي في العالم كله. هي مصر فين بالنسبة للتكنولوجي على مستوى العالم كله؟ طبعا سوق البرمجة دلوقتي يعني انتشر بشكل كبير جدا وبيتاخد منه مكاسب خيالية بشكل كبير. اتكلم عليه اكتر من مرة في اكتر مناسبة، الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا اتكلم عن مبادرات البرمجة، ودي نزلت عندنا في المدارس من التعليم الاندر الابتدائي والاعدادي والثانوي. لكل مرحلة تعليمية ليها مبادرة في البرمجة. مصر الرقمية، مصر الرقمية طبعا، ومبادرات كثيرة جدا، وشباب مستقبل شباب مصر الرقمي، واكتر من مبادرة معمولين على علشان خاطر ينموا مهارات البرمجه للطلبه. نسبة كبيره يا دكتور سوزان طبعا طبعا، يعني الطلبه متشوقه. احنا في مدارس حكوميه وفي المدارس دي كمان ناس كثيره جدا بتقدم فيها، كل متشوق ان هو يطلع على خريطه العالم التكنولوجي. دكتور عاصم، هل هذه التخصصات واللي حضرتك وضحته لنا في الاول في المسارات، هل دي قادره انها تواكب احتياجات سوق العمل؟ واقدر في خلال قد ايه من تطبيق هذا النظام اقول ان انا قربت، او ان انا يعني احنا مثلا هقول لحضرتك على حاجه. من يومين كان معانا احد الاساتذه الصيادله والافاضل يعني شغالين في مجال الادويه وفي الشعبه التجاريه يعني الادويه، واتكلم ان احنا مش عايزين نص عدد الصيادله ولا الصيدليات الموجود، فده افضل يعني اصبح ان دي حاجه السوق مش محتاج لها. انا النهارده بقى وانا بطور مش عايز ازود الاشكاليات التانية في تخصصات، فهل ان انا اقدر سريعا احس بده في سوق العمل؟ خليني ااكد على حاجه حضرتك قلتها، انه بالتاكيد في الفترات القريبه القادمه وليس البعيده في وظائف كتير جدا هتندثر، وفي وظائف كتير جدا هيحصل عليها تغيرات رهيبه، هتبقى محتاجة إن الشخص اللي بيشتغل في هذه الوظيفة يكون بيتمتع بمهارات تكنولوجية عالية جدا، مش المهارات حتى البسيطة، التعامل مع الحاسب الآلي البسيط ده. طب حضرتك قلت لي هنا نقطتين، في حاجة هتندثر وفي مهارات، إيه أكتر ناس مهددة بالاندثار؟
لا في وظائف كتير يعني هيتم الاستغناء عنها الترجمة 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 مجالات الترجمة جوجل الترجمة دلوقتي تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتترجم باحترافية عالية حسابات ممكن تندثر الحسابات من الحاجات اللي هتبقى بقى عايزة مهارات تكنولوجية عالية لان دلوقتي مفيش محاسب بيشتغل بإيده كل حاجة ولا ماسك الدفاتر ولا الكلام ده بالظبط يا فندم بالظبط فدي تغيرات احنا لازم كان النظام التعليمي ده لازم يكون حساس للتغيرات اللي بتحصل في كل القطاعات اللي موجودة في المجتمع وأي تغيرات لازم يعني يستجيب لها مبكرا ويستعد لها مبكرا وده اللي بتعمله وزارة التربية والتعليم حاليا اللي هي يعني شافت المستقبل رايح لفين وبناء عليه بتعد هؤلاء الطلاب ان هم ينجحوا في المستقبل ويقدروا يجدوا فرص عمل مناسبة بعد التخرج فبالتأكيد برضو النقطة التانية اللي أنا عايز أؤكد عليها ان التعليم نتائجه ما بتبقاش سريعة يعني التعليم ده مش حاجة أنا شوية وقت. بيبقى بيحتاج بس شوية ما هو السوق محتاج متطلبات سريعة السوق هيصبر عليا ما دي مشكلة برضو لا هو يعني خلينا نقول إن الطلاب دلوقتي اللي بيتم اللي هم داخلين أول أعدادي دول اللي نقدر نقول عليهم إن هم خدوا النظام التعليمي المطور من بدايته لسه كنت هسأل حضرتك أنا محتاج من إمتى بقى الولادة أهلهم لكده ففيها هيبقى عندنا درس المنهج بشكل مكتمل درسه من المرحلة الابتدائية فهو معانا في الصورة من بدري وفاهم النظام ومحطوط على الخط من بدري وفي ناس هنبدأ معاها متأخر شوية اللي هم دلوقتي مثلا في تالت اعدادي وداخلين أولى ثانوي دول ما يعني حصلوا قدر بسيط من التطوير وهكذا لكن النتائج الأكيدة والنتائج الأفضل هتكون مع اللي داخلين لسه أولى إعدادي السنة الجاية لأن هم دول اللي بيتطبق عليهم النظام المطور في المناهج ونظام الدراسة المطور من البداية فهي مشكلة الأثر في التعليم أنه بيكون يعني أثر مرجع شوية بعض الشيء يعني طيب معلش دكتور برضو في نقطة قبل برضو ما تنقل لدكتور فوزان هل أنا أقدر من السن الصغيرة يعني أنا الولاد في حضانة مش عايز أقول ابتدائي في حضانة وهسمع برضو رأي حياتك يا دكتور فوزان هل أقدر أنا في ابني أو في بنتي اللي في حضانة أنا عايز أبقى دكتورة أنا عايز أبقى إيه هل ممكن أجي في يوم من الأيام أنا في حضانة مع التطور ده انا عايز ابقى ذكاء اصطناعي انا عايز ابقى مش عارف هل اقدر ارتقي بعقليه الطالب خصوصا ان احنا الولاد بيدهشونا يا دكتور عاصم لازم يا فندم نبدا مع الاولاد من سن صغير يعني نعلمهم البرمجه ونعلمهم حضانه ممكن يبقوا مؤهلين لكده باللي يتناسب مع سنهم مهارات بسيطه تتناسب مع سنهم وهنتدرج في هذه المهارات تدريجيا لحد ما نوصل ليه بقى لانه انا مش بطلب منه انه يبقى متقن البرمجه في هذا السن الصغير وانما انا عايز الفه ويتكون عنده ميول واتجاهات دماغه تشتغل الانسان دايما عدو ما يجهل ايوه احنا ايه التطوير اللي بيحصل في التربيه والتعليم بيعتمد بشكل اساسي على التكنولوجيا احنا لاحظنا ايه من اول ما بدات خطه التطوير تبدا لاحظنا ان في معارضه شديده لهذا التطوير من قبل اولياء الامور ومن قبل الطلاب ليه مش علشان عيب في التكنولوجيا اللي تعرفه أكثر من ما تعرفوش احنا بنستخدم التكنولوجيا في كل حياتنا ويمكن بنلاقي شخص لا يجيد القراءة والكتابة وله حساب على الفيسبوك يعني بيستخدم حاجات رقمية كتير لكن ليه احنا بنعارض ده بنعارض لأن الإنسان عدو ما يجهل فإحنا لا لازم يخلي عند الطلاب من بداية العمر أو في مراحل مبكرة من العمر ألفة بالبرمجة وألفة بالتكنولوجيا وفاهمين يعني إيه برمجة ويقدروا يستخدموها في إيه ويقدروا يفيدوا نفسهم بإيه إتقان بقى المهارات هيأتي في مراحل متقدمة من العمر لكن أهم حاجة يتكون الميول والاتجاهات في البداية والدوافع برضو حابب أسمع رأي حياتك يا دكتور فوزان هل إحنا مؤهلين ولادنا في السن الصغير حضانة وأولى وتانية ابتدائي إن إحنا ناخد بإيديهم شوية طبعا مؤهلين جدا من بداية السن الصغير من رياض الأطفال بنبتدي معاهم من أصغر سن خالص وبعد كده بينتقلوا للتعليم الابتدائي برضو بنفس الشكل في المجالات التكنولوجية بتدرج فطبعا حتى زي ما الدكتور عاصم قال على الكليات القمة والقاع والحاجات دي أصلا ما بقتش هندسة وطب ما بقتش قمة ده زمان كانت قمة حتى كمان زمان في العصر الملكي كانت كلية الحقوق هي كلية القمة في الوقت ده وكانت كلية الحقوق بتاخد أكبر مجموعة طبعا حضرتك عارف أن السلطة التنفيذية يعلوها السلطة التشريعية في تنفيذ القرارات تشريع وسن القرارات طيب اللي بيبقى متخرج من الكليات دي بيبقى إيه هو طالب حقوق
طبعا بمقياسنا احنا في القمه والقاع دلوقتي الحقوق ديت بتاخد من اقل مجموع، بس يبقى الاعداد أصبح كبيره فكرة. يا دكتور سوزان اعداد كبيره يعني جدا، يعني الكليه ليها احتياج بس الاعداد غير احتياج. انا مش محتاج 7-8 آلاف 15 ألف محامي في السنه كتير دلوقتي. الاتجاهات طبعا اختلفت مع التقدم التكنولوجي الرهيب. ما بقتش المجالات دي، ما بقاش طب وهندسه وتربيه وعلوم وكل القصص دي، ما بقتش، بقت خلاص قديمه جدا. كل السوق القادم للعالم التكنولوجي والثوره الكبيره اللي في مجال الاي اي الارتفيشال انتليجنت، حتى يمكن ان انا ممكن اتكلم فيها هنا عن حقوق وتجاره. وخلينا برضو نشيد ويعني برضو اكد على حضرتك ان كليات الحقوق في مصر او كليات التجاره في مصر ابتدت تدخل اقسام انجليزي وفرنساوي عشان تبتدي تتعامل مع احتياجات السوق. يعني بقى عندي محامي النهارده يعني يتعامل في المجال الدولي بالانجليش وبالفرنش، بقى عندي محاسب يتعامل بكده، فده كان تطور كنا محتاجينه. بس هي الاشكاليه في الاعداد، تتفقي معايا في كده؟ كبيره جدا جدا طبعا. اتفق جدا جدا مع حضرتك. كان معانا ضيف برضو كان استاذ في الجامعه الامريكيه وكنا بنتكلم عن سوق العمل واحتياجاته، بيتكلم على كليه خدمه اجتماعيه يعني بتستنزف تخصص الاخصائي الاجتماعي رغم الاحتياج ليه في المدارس، لكن انا النهارده مش محتاج ان انا يبقى عندي كل هذه الكليات. تمام. ولا معاه تمام، يعني تتفق معايا في النقطه طبعا دي. اتفق جدا جدا مع حضرتك. بس احنا دلوقتي خلاص بمناسبه الاعداد هي كثيره جدا، فاحنا بنشوف سوق العمل هو محتاج ايه. مش انا اللي بقرر او الكليه هي اللي بتقرر. طبعا كل طالب او كل يعني لو بنبداها من سن صغير بنقول عليه تلميذ، ولو اكبر شويه بنقول عليه طالب. لازم يكون عنده حاجه اسمها باشون، عنده شغف. الانسان بدون شغف ما يقدرش يحقق اي حاجه وما يقدرش يوصل لاي نجاح في حياته. بيبداها بالشكل ده علشان يقدر يتدرج ويوصل لهدفه بنجاح. ايوه كمان يعني بكمل برضو كلامي مع حضرتك في الذكاء الاصطناعي اللي هو الاي اي الارتفيشال انتليجنت. في الذكاء الاصطناعي عملوا حاجة اسمها شات جي بي تي. شات جي بي تي ده هو شات جي بي تي ده موجود جدا في الذكاء الاصطناعي. واتعمل منه مسارات مختلفة. ده ممكن يبقى فيه استاذ جامعي بالشات جي بي تي استاذ جامعي كمان. من ضمن الحاجات المهددة بالانقراض، بس اكيد مش هتديني كفاءة الاستاذ الجامعي يعني. اكيد اكيد طبعا. فكان الشات جي بي تي ده اللي نزل اللي انطرح في الوقت ده شات جي بي تي 4، وده متطور جدا لاعلى درجه. كمان كان في قبليه شات جي بي تي 3.5 كان بيتعامل بس مع نصوص وارقام وحاجات صغيره. طورنا نفسنا شويه، كان في شات جي بي تي بلس كان في امكانيات اعلى منه. بعد كده انتقلنا لشات جي بي تي 4 في التطورات الجديدة، بيتعامل ده برنامج بيتعامل مع النصوص والصور والأرقام والفيديوهات، وبيقوم بحاجات بكفاءة عالية. زي مثلا بيساعد الطالب في تحصيل دراسي في دراسته جدا جدا. يعني ممكن الشات جي بي تي، وبما اننا بنتكلم على الدروس انا بستخدمه في شغلي. لا انا النهارده بنتكلم على الدروس وبنتكلم على الغش والدروس واللجان دي كلها، حاجه هتقولي لي قبل شغلك هل ممكن يغني عن المدرس اللي بتاع الدروس؟ يعني يدي ما يغنيش ابدا ابدا عن المدرس. مش قصدي المدرس في عمله الاساسي، قصدي امبراطوريات ومافيات الدروس الخصوصيه، ممكن يبقى سبورت للمدرس. ممكن يبقى داعم. دلوقتي حتى في الواقع الافتراضي الفيرتشوال رياليتي والواقع المعزز اوجمنت رياليتي، كل دي حاجات كانت بتساعدنا وقت الكورونا في شغلنا. وده ساعد حضرتك في شغلك طبعا. في المدارس الدوليه والمدارس الحكوميه كنا بنعمل فيديوهات بنتواصل مع الطلبه لان ما كانش في حضور. الكورونا كانت فجرت الموضوع ده ان احنا نعتمد اكتر على التكنولوجي. تمام دكتور عاصم. القمه والقاع احنا فتحناها واتكلمنا فيها، فلازم نرجع لها تاني. حته فكره القمه والقاع دي هي اللي فاتحه لينا مجالات الدروس الخصوصيه والسناتر والمهازه. مش عارف حضراتكم شفتوا الفيديو المنتشر على السوشيال بتاع صاله في مدرج في الاستاد، وقبليه مش عارف مين اللي داخل بعربيه فين في فيلا وبودي جارد، حاجات بقت استفزازيه حتى للناس في ظل الظروف اللي احنا عايشين. واكتر حاجه اتلعب عليها في القمه والقاع دي موضوع الدروس. هل انا محتاج بقى يعني ازاي امسح باستيكا مصطلحات القمه والقاع واخد مع الناس اولياء الامور من بدري، مش استنى ما يوصل ثانويه عامه ولازم هتاخد دروس عشان تخش كليه كذا وتبقى الدكتور الفلاني ومهندس الفلاني. الاشكاليه دي كليات القمه كمفهوم مش هيختفي حتى في نظام المسارات الجديد، بس هتتغير ولكن هيحدث فيه تغيرات هيتم تفتيته. احنا دايما لما بنتكلم على الثانويه العامه بنقول ماراثون. ليه ماراثون؟ لان الكل بيجري في اتجاه واحد. لكن دلوقتي لا، دلوقتي هيبقى عندك قمم.
لكن هي أصلهم مفهوم كلية القمة ده مرتبط بإيه؟ مرتبط بالتنسيق. التنسيق بيشتغل على إيه؟ على الدرجات اللي بيجيبها الطالب. لحد الآن بيشتغل التنسيق كده. فأنت دخلت المسار ده أو المسار ده أو المسار ده مش هتدخل أعلى كلية فيه إلا إذا جبت أعلى درجات. إذا إحنا عندنا قمم. إحنا بس فتتنا المفهوم وخلناه قمم كثيرة بدل ما كانت اختيارات أكتر. بالظبط. فعايزين نشيل المفهوم ده وعايزين نلغي مفهوم كلية القمة، يبقى مكتب التنسيق يشتغل بنظام جديد خالص، يشتغل بدرجات الطالب ماشي، بس بالإضافة لدرجات الطالب يبقى في اختبارات قدرات لكل قطاع. مش احنا بنعمل المسارات دي علشان تؤهلنا لقطاعات معينة، القطاع الطبي، الهندسي، الذكاء الاصطناعي، قطاع الدراسات الإنسانية. في كلية إعلام جامعة القاهرة دكتور، يبقى معمم اختبارات قدرات بعد سنة يعني. لا دي ما هي دي بقى مشكلة، احنا عايزين بقى اختبارات قدرات فعلية بتعملها الجامعات بالإضافة لنتيجة الطالب في الثانوية العامة. هنا بقى نقدر نقول إن مفهوم كليات القمة في سبيله إلى الزوال. بالفكرة التقليد. لأن أنا ممكن أجيب الدرجة النهائية في الثانوية العامة وأدخل في اختبار القدرات يرسب الطالب. يبقى هنا أصبحت الدرجة في حد ذاتها ليس لها قيمة إلا إذا كان الطالب هينجح في اختبارات القدرات، يبقى احنا كده بنقضي تماما على مفهوم كليات القمة. لكن طالما إن الطالب هيدخل الكلية أيا كانت تبع أي مسار وفقا لمجموع درجاته، ستظل أو سيظل مفهوم كليات القمة كما هو. ودي إشكاليات يا دكتور، يعني في ناس بتبقى مجموعها قليل بس لايق إن هو يخش في إعلام بس مجموعه ما جابش إعلام، واحد دخل كلية هندسة بمجموعه بس هو مش مبسوط، وبنشوف فعلا ولاد كتير جدا بيحصل معهم هذه الإشكالية. المفروض كمان يبقى في وزن نسبي أعلى لاختبارات القدرات، يعني اختبارات القدرات يكون الاعتماد بشكل أكبر عليها مش على نتيجة الثانوية العامة. ودي حاجة هتخلصنا من مشاكل كتيرة جدا زي ما حضرتك فضلت شوية على الدروس. هتقضي تماما. أنا هاخد دروس ليه بقى؟ ده المهزلة 1,200,000 في ساعتين في الاستاد. بالظبط يا فندم، ده مهزلة. ده حاجة يعني تخش في موقف وطرار. كمان الدروس الخصوصية بتشتغل على حاجات معينة غير، يعني هو الطالب بيروح ليه الدروس الخصوصية اللي بالشكل ده؟ الطالب خلينا نقول ان هو طالب لسه يعني مش ناضج بدرجة واعية او بدرجة كفاية انه يفهم المؤثرات المصاحبة اللي هي بتستهوي. يعني هو المدرس ده بيعتمد على ايه؟ على مؤثرات صوتية ومؤثرات بصرية، ويعني بيعتمد على البروباجندا اكتر من من اعتماده على ان هو رايح يتعلم حاجة او يحصل اهداف تربوية معينة. فهو زي ما تقول حضرتك رايح بيشعر بالحماس طبعا، الأصوات والموسيقى والداخلة والنظام اللي بيبقى شايفه ده بيخليه أكثر حماسا. لكن لو ناقشنا الموضوع بشكل مع الطلاب يعني بشكل موضوعي، طيب انتوا دلوقتي مثلا 5,000 طالب، هل ال 5,000 طالب دول حققوا أمانيهم ودخلوا الكلية اللي هم عايزينها؟ أؤكد لحضرتك إن نسبة 90% منهم ما ذاكروش ورايحين ياخدوا أي حصلوا أي حاجة. بالظبط. وفي اللي رايح بقى يرفه عن نفسه ويقابل أصدقائه، يعني لأهداف كثيرة معظمها غير تربوي أو غير تعليمي أو غير مرتبط بالمادة اللي هو رايح ياخد فيها درس أصلا. صحيح. لسه عندنا نقط كتير وموضوعات كتير هنعيشها مع حضراتكم، هستأذنكم نطلع فاصل ونرجع نستطرد ونشوف تفاصيل أكتر في هذا الموضوع. مشاهدينا، مازال ملف التعليم وتطويره زي ما قالت الوزارة وزي ما قال الدكتور مصطفى نبولي هو حوار مجتمعي ومسؤولية مجتمعية، مش الدولة ولا الوزارة بس، إحنا كمجتمع علينا دور. خلونا بعد الفاصل نرجع نكمل الكلام. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم سواء قبل ما يشرفونا ضيوفنا في الفقرة دي أو قبليها، أي تغيير بيقابله تخوفات، ولكن التغيير مطلوب زي ما قلنا لمتطلبات سوق العمل ولطبيعة واختلاف الدراسة، والعالم كله بيتغير بنفس هذه السرعة، فالتغيير في التعليم وتطوير التعليم مطلوب، وعلى رأس هذا التغيير هو تغيير الثانوية العامة. عايز أرجع لحضرتك برضو دكتور ونتكلم على مدى قابلية الأهالي ومدى قابلية أولياء الأمور ومدى قابلية أولادنا لفكرة التغيير، على أساس نحن كدولة وكمجتمع هنتفق على حاجة كويسة، بس الاستجابة بقى شايفة أن ده هيحتاج مننا وقت؟ طبعا هيحتاج وقت كبير جدا. الأهالي دلوقتي هم عندهم فكرة كبيرة، حاطين كل فكرهم وطموحهم على طالب عنده 16 سنة، عايزين الطالب ده هيحقق كل طموحات العيلة في الثانوية العامة. فأصبح الثانوية العامة هي مرحلة، ما هي إلا مرحلة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، مرحلة تعليمية. إحنا ليه هنا في مصر مدينها أكبر من
حجمها. ليه مسببين الرعب والضغط النفسي للأهالي وللطلبة بالشكل ده؟ احنا محتاجين ثورة ثقافية. احنا عملنا ثورتين قبل كده بس الجاية دي احنا محتاجين ثورة ثقافية نثور على كل دماغنا تتغير. طبعا محتاجين ثورة ثقافية على كل المفاهيم الغلط. محتاجين كل المفاهيم دي تندثر وتتمحي خالص بحاجات جديدة تأهلنا ان احنا نبقى على خريطة العالم في التكنولوجيا في كل الحاجات. نقرب من الهند طبعا مبتكرة يعني او في ترتيبات الاولى للتكنولوجيا. ايوه احنا اصلا موقعنا فين في التعليم في مصر؟ رقم كام على مستوى العالم؟ احنا محتاجين وقت كبير جدا جدا للتغيير. والتغيير دلوقتي واجب مش احتياج، هو واجب وضروري. تمام. طيب هل برضو حضرتك شايفة ان الطالب طبيعته بتاع الاجيال الجديدة دي هيتقبل ده ولا عايز السهل؟ يعني احنا بنشوف نماذج كتير قوي من ولادنا فيها حتة الابتكار وكده. نسبة استجابة ولادنا في الاعمار الجديدة او في المراحل الجديدة سواء في ابتدائي واعدادي او ثانوي، هل احسن من زمان ولا اسوأ؟ كتير بكتير. شفتوا حاجات كده؟ طبعا الطلبة عندنا في المدارس هم اتولدوا على التكنولوجيا. احنا كنا مستهلكين تكنولوجيا ايام ما كنا احنا في الجامعات وكلام زي كده، ما كانش فيه، احنا مستخدمين، احنا مجرد كان لابتوب صغير او حتى ما كانش اتوجد كمان الكمبيوتر العادي، ما كانش فيه التكنولوجيا يعني الموجودة دلوقتي. الكمبيوتر الصخر او الكمبيوتر الكبير هيوج الكمبيوتر اللي هو بحجم الاوضه. ما كانش فيه بقى الابل والحاجات الايباد والحاجات الايه الياهو والهوت ميل اول ما ابتدينا ايوه في الماسنجر وفي الحاجات دي ما كانش فيه التطور الكبير ده والاي سي كيو والماسنجر القديم اللي كنا بنرد عليه في المحادثات اللي هي العاديه ودوشه كبيره جدا في اي رساله كانت بتيجي. لكن دلوقتي مع التقدم الكبير جدا كل الطلبه او التلامذه اللي هم عندنا مثلا من مراحل ابتدائيه من مراحل اصغر حتى في رياض الاطفال عندهم ابتكارات تكنولوجيه. محتاجين احنا الكبار نطور من نفسنا عشان نقدر نواكب دماغهم عامله ازاي. الولاد فعلا مدارسهم طبعا طبعا. انا برضو الحته دي يا دكتور عاصم عايز ارجع لك تاني، وبرضو الدكتور سوزان شرحت لنا شويه في المجال ده. هل هذه المجالات بتاعه الذكاء الاصطناعي هتنافس فكره الكليات التكنولوجيه الجديده؟ الحاجة حلوة قوي ان عملتها الدولة انها اهتمت بالتعليم الفني من ثانوي، عملت له كليات تكنولوجية ورفعت من شأن الفنيين اللي كانت اشكالية عندها. هل هذه المدارس التكنولوجية تكمل هذه المسيرة ولا تنافس ولا يتعارض؟ يعني برضو عايزين نشوف الاتنين ازاي هيمشوا على التوازي مع بعض. طيب نخلينا نفرق بين حاجتين. اتفضل. تدريس الذكاء الاصطناعي والتدريس بالذكاء الاصطناعي. تدريس الذكاء الاصطناعي هيتم في كليات الذكاء الاصطناعي، هنعرف الطلاب يعملوا أمن المعلومات والبرمجة والحاجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحاجات دي كلها، هنعلمهم الكلام ده ونعلمهم يعملوا منه تطبيقات يقدر يستفيد بها المجتمع في الصناعة في التجارة إلى آخره. التدريس بالذكاء الاصطناعي لا زال إلى الآن مفيش عندنا تدريس بالذكاء الاصطناعي، احنا بنستخدم التكنولوجيا العادية، وبالمناسبة الاستخدام الانترنت دلوقتي بقى من الحاجات العادية. احنا الذكاء الاصطناعي حاجة أعلى من كده بكتير. فطبعا احنا دلوقتي لسه مش بندرس بالذكاء الاصطناعي ومش بنستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم. الكليات التكنولوجية هل بتنافس الذكاء الاصطناعي ولا لا؟ هي نوع من توظيف التكنولوجيا لأهداف تعليمية. يعني احنا بندرس للطلاب في الكليات التكنولوجية تكنولوجيا مرتبطة بصناعة معينة او التكنولوجيا المستخدمة في صناعة معينة، صناعة الاساس مثلا. يبقى اسمه التقني اللي متخرج منها اللي اطلق عليه لفظ التقني. بالظبط. انه يقدر يتعامل مع الاله اللي بتشتغل في مجال معين، مثلا تكنولوجيا الاساس، الاله اللي بتشتغل في صناعه الاساس بقت دلوقتي مش الات ميكانيكيه، بقت فيها بتعتمد على التكنولوجيا، انه يقدر يتعامل مع هذه الاله ويطلع لنا منتج كويس. فهي دي ملهاش علاقه بالذكاء الاصطناعي، بتستخدم التكنولوجيا العاديه في توظيفها في اعمال معينه. لكن اللي بيتم في كليات الذكاء الاصطناعي ده حاجة تانية خالص، ده بنعمل تطبيقات وابتكارات وبرمجة يعني بنبرمج تطبيقات وبنبرمج مواقع حاجات زي كده، بحيث ان احنا لها سوق لوحدها، سوق التكنولوجيا وسوق البرمجة والتطبيقات ده سوق لوحده. الكليات التكنولوجية طبعا بتتبع التعليم الفني، كليات الذكاء الاصطناعي بيدخلها طالب الثانوية العامة.
الكليات التكنولوجية متخصصة أكتر، يعني كل كلية بتبقى مرتبطة بمجال صناعي محدد. أمين. لكن الكليات الذكاء الاصطناعي أكثر عمومية وبصفة عامة، ويمكن التطبيقات بتاعة الذكاء الاصطناعي اللي هينتجها الطالب بعد كده تستخدم في أي مجال من المجالات بشكل عام. حضرتك أثرت نقطة في منتهى الأهمية يا دكتور عاصم، وبرضو هسمع رأي حضرتك فيها يا دكتور سوزان. موضوع التعليم الفني، احنا قعدنا سنين لحد وقت قريب عندنا في مصر، انا اسف، ده دبلوم، ده معهد فني، ما شجعناش ولادنا، مع ان الدول المتقدمه، وهرجع اقولها تاني، وعلى راسها المانيا الدوله الصناعيه الاولى قايمه على الفنيين، والفنيين هناك ما حدش بيقل، احنا هنا قللنا من شان الفنيين، قصده دبلوم قصده معهد فني. انتبهت الدوله المصريه اخيرا لكده، ابتدت تتعمل المدارس الثانويه الفنيه ويلحقها ايضا الكليات التكنولوجية، فابتدى الفني. هل ممكن هذا الفني اللي النهاردة بقاله الكليات، أقدر أقول على هذه الكليات التكنولوجية أصبحت من ضمن كليات القمة، بما أن الدول بتنهض بالفنيين جنب المهندسين والمبرمجين و و و هل المعادلة دي ابتدت تتظبط عندنا دكتور سوزان؟ طبعا التعليم الفني دلوقتي كل اتجه ليه، لأني فعلا زي ما حضرتك قلت الدول المتقدمة مدية اهتمام كبير جدا جدا للتعليم الفني. طبعا احنا عندنا في الثانوية وفي الثانوية العامة وخلافه، احنا بنقيس ايه على الطالب والقمة والقاع والحاجات دي، احنا بنقيس ايه؟ احنا بنقيس مستوى تحصيله الكمي، هو حصل قد ايه؟ في جانب واحد من الجوانب بس بتاعت الشخصية، في جانب معرفي او في جانب التحصيل، انت حصلت وصميت قد ايه؟ فانا قيمته انه قمه وقاع من كده. دكتور سوزان قتلت في حته معينه طبعا. طب فين بقى باقي الجوانب التانية؟ فين الجانب المهاري اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي هو خاص بالتعليم الفني؟ فين المهاره اللي اكتسبها؟ هو قدر يحقق ايه؟ انا عندي دلوقتي الطالب بيبقى خريج كليه او جامعه وبيتخرج ما بيلاقيش شغل، وبالتالي هو ما اتعلمش صنعه او ما اتعلمش حاجه مهاريه يقدر يقوم بيها، اصبح ولا لاقي شغل ولا في نفس الوقت اتعلم مهاره، فبيجي له احباط. بيركب سيراميك وشغال كهرباء، وده مش عيب انه يعمل كده، لا مش عيب، بس كان ممكن من الاول يتخصص في ده ويبدع في هذا المجال ويبقى معاه شهاده. فهي فعلا اهدرنا وقت واهدرنا فلوس كتير طبعا في الحتة. طبعا طبعا محتاجين تركيز جامد جدا جدا على التعليم الفني والاتجاه الكبير ليه علشان النهوض بالعمليه التعليميه، مش ثانويه عامه بس ومش كليات تكنولوجيه بس، احنا كلنا المفروض يبقى في حاله تكامل بين كل المهن، تكمل بعضيها، نكمل بعضنا، المعلم، الدكتور، الطبيب، المبرمج، القاضي، المستشار، الضابط، كل ده بيكمل بعضه، ما يبقاش عندنا فكر طبقي. ما هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه، ده بصراحه الفكر الطبقي. انا دلوقتي بدور يتحط جنبي اسمي دال او ميم، مهندس او دكتور. طب انا غريب انك عايز بنقارن نفسينا بره، مجرد برستيج، لا خالص، مجرد برستيج مش اكتر. دي في مصر هم بيتعاملوا بالشكل ده. لكن كمهاره اكتسبتها فين؟ مفيش، مش موجوده. لكن دايما محتاجين فعلا للتعليم الفني يكون عليه ضوء كبير اكبر من كده بالشكل ده، خصوصا يا دكتور عاصم ان احنا برضو استكمالا لكلامنا مع دكتور سوزان، احنا الدوله داخله في توطين صناعات وفتح مجالات لصناعات وشركات من بره تيجي تفتح فروع، او شركات مصريه تكبر وتخش بالمشاركه معاها والقطاع الخاص والاستثمار، فهذا يتفق. يعني المصنع او المستثمر اللي جاي لي ده في اي منطقه، مناطق جديده، محتاج ده وده وده وده. حضرتك نسمع ان ابل هتفتح في مصر وفي تفكير لشركات مواصله، دي نقطه مهمه جدا يا فندم. طبعا انا بس في البدايه عايز اشير الى ان احد الابعاد الاساسيه للاستراتيجيه الوطنيه لتطوير التعليم الفني تغيير ثقافه المجتمع ونظره المجتمع للتعليم الفني. وأحسنت الدولة صنعا الحقيقة لما غيرت أو استحدثت المدارس التكنولوجية. لو كنا طورنا التعليم الفني العادي زي ما هو واكتفينا بأسماء المدارس الموجودة، ثانوي، تجاري، صناعي، زراعي إلى آخره، بس كانت الموضوع هيطول معنا شوي. لكن إن احنا نستحدث مدارس تكنولوجية ونسميها بأسماء مختلفة ويبقى فيها تخصصات يمكن ما كانتش كمان، يعني مثلا تكنولوجيا صناعة الذهب، ماشي، دي ما كانتش حاجة أصلا بتدرس قبل كده، فلما يتعمل لها منهج وتبقى مدرسة وحاجات زي كده لها كمان امتداد في التعليم الجامعي بالكليات التكنولوجية اللي حضرتك أشرت إليها، فدي حاجة عظيمة جدا. زرعنا في الطالب الطموح، غيرنا أو استحدثنا مسميات جديدة وتخصصات جديدة وربطناها بالتكنولوجيا، بقى الطالب داخل عارف أنه مكمل، مش داخل ياخد شهادة وخلاص، بقى عارف أنه هيتعلم حاجة يقدر يشتغل بيها
النقطة بقى المهمة جدا جدا اللي حضرتك أشرت إليها دلوقتي، لو في مستثمر أجنبي عايز يجي يستثمر في مصر فهو دلوقتي بيحسبها بالورقة والقلم، يقول لك طب أنا دلوقتي هجيب ناس من برة أشغلهم معايا هنا، هيبقى اللي هنا مثلا هياخد $1,000 بيقفل علي أنا الباب كمصري. يعني هو كمان هو بيحسبها كعائد مادي بالنسبة له، أنا أدفع اللي أنا هجيبه من برة ده ضعف اللي المصري هنا هياخده. فلو أنا موجود في مصر هنا ناس متدربة كويس ومتعلمة كويس وعندها مهارات في الحاجة اللي أنا هشتغل فيها هتوفر عليا كتير جدا، يبقى ده حاجة من الحاجات اللي بتشجع الدولة لكده بقى، بتشجع على الاستثمار والتشجيع على جذب الاستثمارات الأجنبية كخطوة أولى تمهيدا لتوطين الصناعات دي وتبقى صناعات مصرية بنسبة 100%، مش تجميع، صناعة كاملة متكاملة خارجة من مصر. وعايز أقول إن الربط التعليم بسوق العمل ليس في التعليم الفني فقط، يعني الدولة بتهتم بهذه النقطة اهتمام كبير جدا، ربط التعليم بسوق العمل سواء التعليم العام حتى الجامعات الأهلية. الجامعات الأهلية دي بتتبع التعليم العام. الجامعات الأهلية كل جامعة فيها تخصص مرتبط بالبيئة اللي هي موجودة فيها أو المكان اللي هي موجودة فيه. الصناعات المنتشرة في هذا المكان بيبقى لها يعني تخصص بيدرس في هذه الجامعة الأهلية وهكذا. فالجامعات المصرية حتى الحكومية بقى فيها تخصصات واستحدثت كليات وبرامج دراسية شديدة الارتباط بسوق العمل. فعملية ربط التعليم كله بسوق العمل يعني بالمناسبة دي حاجة بتخلي بتعطي للتعليم قيمة وبتخلي الطالب سواء في التعليم الفني أو التعليم العام يشعر بأنه هو بيتعلم حاجة هيستفيد بيها. التعلم نفسه لما بنيجي نعرفه هو تغير شبه دائم في السلوك نتيجة الخبرة والممارسة. الخبرة والممارسة دي هي اللي بتعظم من عملية التعلم وتخلينا نستفيد من الحاجة اللي بنتعلمها وبتخلي الدوافع بتاعتنا قوية جدا ان احنا نتعلم ونستمر في عملية التعلم. لو انا بتعلم حاجة من الشايف لها امتداد في سوق العمل، انا بتعلم حاجة مش عارف انا بتعلمها ليه، يعني فاقد لي الهدف، انا الحاجة دي بدرسها وانا عارف ان انا مش هستفيد بيها خالص، يبقى ما فيش عندي دافع اصلا ان انا اتعلمها. لكن لو انا بتعلم في تخصصات مرتبطة بسوق العمل وحاسس او عارف ان انا لما اخلص المدرسة التكنولوجية دي هقدر اشتغل، لان اصلا المدارس التكنولوجية المصانع عايزاني، في تعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركات والمصانع وبيروحوا المصانع وبتدربوا تدريب حقيقي وبيجدوا فرص عمل بعد التخرج مباشرة وبياخدوا مكافآت وحوافز، فدي كلها حاجات بتخلي او بتعزز من ارتباط الطالب بمدرسته واحترامه لهذا النوع من المدارس. فتحت لي بقى حته ارتباط الطالب بمدرسته، وبرضو عايز اتكلم معاكم لانكم برضو اثرتوها حضراتكم في سياق حديثنا يعني من بدايه الفقره. انا النهارده الطالب، ارتباط الطالب بمدرسته ده اصبح يعني ممسع كده او في كده نوع من الانفصال في ثانوي، وابتدى ينزل لسنين اقل من ثانوي. فبما ان احنا بنناقش موضوع فيه حوار مجتمعي ومعايا متخصصين زي حضراتكم، كيف نجذب الطالب إلى المدرسة؟ خلونا نتكلم حتى على مرحلة الثانوي اللي فيها الإشكالية. هل ممكن في ظل هذا التطوير وهذه التخصصات وهذه المسارات الجديدة في التعليم أن نقضي على نظام الحصص ويصبح الطالب في ثانوي يؤهل لمرحلة جامعة بمحاضرة أو محاضرتين يحضرهم في المدرسة بعوامل جذب زي اللي حضراتكم قلتوها واللي استخدمها المدرس في السنتر، تبقى في المدرسة رايح يحضر محاضرة أو اتنين أو تلاتة وفي شرح وفي توضيح وبكثافات قليلة فبريح المدرسة وريح المدرس؟ هل ممكن نعمل كده؟ نطور؟ ممكن نعمل كده طبعا، أعمل وسائل تفاعلية انتراكتيف، أخرج برا نظام جدول الحصص طبعاً. اتصال حصص طبعا، لازم أعمل طرق جديدة مبتكرة أخلي الطالب فيها متفاعل، مش مجرد أنه هو قاعد متلقي بس مش أكتر، دوره سلبي ملوش أي دور. لازم يكون الطالب دوره إيجابي طبعا في وسط التكنولوجي اللي احنا فيها دي دلوقتي. لازم ندمج وسائل كثيرة جدا جدا في التعليم، أدوات تكنولوجية وبرامج تكنولوجية زي مثلا الأوجمنت رياليتي الواقع المعزز ودمجه في التعليم. ده تكلفته عالية يا دكتور؟ لا تكلفته مش عالية خالص، الناس ممكن تسمع المقطع بتاع حضرتك دي لا 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 يقولك يا ده مش عارف ايه، لا لا خالص هي مش مكلفة خالص. أنا استخدمته عندي في الفصول، نظارات، النظارة دي ثلاثية الأبعاد اللي احنا بنشوفها بتتباع، النظارة ثلاثية الأبعاد، النظارة دي ب 200 جنيه يعني حاجة مش غالية، بأقل الإمكانيات، برنامج بنزله على الموبايل وبيتصل بالنظارة دي
بيخلي الحاجه ان الطالب يشوف الحاجه بشكل تفاعلي بشكل 3D مجسم كانه جوه الحدث نفسه. جميل جدا، وده بالنسبه للطالب حلو جدا. يعني انا استخدمته في ماده العلوم عشان يشوف جسم الانسان والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وكل اجهزه الجسم بشكل مجسم 3D. كمان استخدمناه في حركه الكواكب. يعني استخدمنا النظارة دي في استخدامات كتيرة، وهي كمان مش مكلفة. فأنا كده دمجت التكنولوجي في التعليم وبأقل الإمكانيات عن طريق برنامج وحاجة صغيرة واستخدمناه. صحيح. والفيرشوال رياليتي، الواقع الافتراضي، ده زي السينمات اللي بيعملوها بتبقى موجودة، مش تربية وتعليم يعني بشكل كبير، ولا ان هم بيستدعوا يجيبوا لنا كأن أم كلثوم واقفة بتغني قدامي والحاجات دي. بالظبط كده. أم كلثوم التترات اللي كانت موجودة من فترة على اليوتيوب دي ذكاء اصطناعي، الهيلوجرام او هيلوجرام كمان. يعني دمج التكنولوجي مش ممكن ما يبقاش مكلف بالشكل الكبير، يعني يشد الطالب، يشد الطالب جدا جدا، تطور من دماغه. صح كده. تمام. اذا برضو تتفق معايا دكتور عاصم ان احنا محتاجين، عايز اسال برضو حضرتك، محتاجين نخرج سنه سنه على الاقل في المراحل الكبيره بتاعه ثانوي بره نطاق التسع حصص والمحاضرات وعوامل الجذب زي ما قالت الدكتوره سوزان، عشان اقدر احقق، عشان الطالب يخش على المسارات الجديده دي وهو عنده الشغف زي ما قلت لنا. طبعا لما ظهرت ازمه كورونا احنا استخدمنا نمط من التعلم اسمه التعلم المدمج. فكان الطالب بيتعلم اونلاين من خلال منصات تفاعليه او فيديوهات مسجله على المنصات بتاعه وزاره التربيه والتعليم، وبيروح المدرسه 3 أيام في الاسبوع علشان يمارس الانشطه او يناقش معلميه في الحاجات اللي هو درسها اونلاين. ودي حاجة يعني استفدنا فيها في هذا الأمر كثيرا من التكنولوجيا اللي هي بتوفر زي ما حضرتك أشرت كده بالظبط خيارات متعددة، وبتوفر للطالب عناصر الجذب والإثارة المتنوعة اللي بتخليه محفز بشكل أكتر، وبيقدر يحصل المعلومة وفقا لأسلوب التعلم المفضل لديه، لأن في ناس بتحب مثلا تتعلم المعلومة بشكل بصري، في حاجات بتحب، في ناس بتبقى نسبة التعلم السمعي عندها أعلى، وهكذا. فبيبقى التكنولوجيا بتبقى عملية تكيفية، التعلم التكنولوجي تكيفي، يعني كل واحد بياخد الحاجة اللي تتناسب مع أسلوب التعلم بتاعه، وبالتالي بيحقق أعلى نسبة من الاستفادة، لأنه بيشوف بيتاح له أنه يشوف المحتوى بأكتر من شكل وبأكتر من طريقة. فطبعا هو لو احنا قلنا ان الطالب ده سمعي، معناها مثلا ممكن يكون بيتعلم عن طريق السمع بنسبة 80%، لكن عندنا 20% بصري وحركي مثلا، فهو لما بيتفاعل على المنصات الإلكترونية بيحقق التلاتة دول، فبيجمع بنسبة 100%. لكن التعلم التقليدي بالظبط يا فندم. وكمان في خيارات التحكم في امتى اشوف واتوقف شوية وبعدين اكمل، لكن ده مش متاح في التعلم اللي هو وجها لوجه في الفصول الدراسية. نمطي بالظبط. لكن برضو في نقطة مهمة حضرتك أشرت إليها برضو، إن إحنا نعتمد بشكل كبير على ده في المراحل الدراسية العالية اللي يبقى الطالب مؤهل لكده، لكن قبل كده إحنا مش عايزين نفقد الطالب مهاراته العقلية، لأن الجزء الذي لا يستعمل والجدول الدراسي مهم في مراحل معينة، الجزء الذي لا يستعمل يضمر. ده قاعدة كده الأطباء عارفينها. وكذلك في المخ، لو إحنا دربنا الطالب إن كل حاجة نديها له عصير أو ياخدها زي الحقن اللي في الوريد، فلا المعدة مش هتشتغل. بابا وماما شغل دماغك عشان مخك ما يبص بالركبة. لأن هي التكنولوجيا بتعمل إيه؟ بتيسر لنا الأمور زيادة عن اللازم. بتيسرها لنا قوي. فالطالب بياخد المعلومة متقشرة. فالمجهود اللي كان بيبذله في تقشيرها ده بيديله مهارات، بيكسبه مهارات التحليل. حتى الآلة الحاسبة وجدول الضرب. تحليل الآلة الحاسبة دي، يعني الناس اللي ما كانتش بتستخدم الآلة الحاسبة، يعني حضرتك لو بنشوف البرامج بتاعة التلفزيون دلوقتي في القنوات الوثائقية يقول لك العيش في البرية. طب تعمل، احنا دلوقتي تعودنا كل حاجة بالتكنولوجيا وكل حاجة بالزراير. طب ماذا لو اضطرتنا الظروف ان احنا نكون في البرية، نعمل ايه؟ تمام. فكذلك احنا لو استخدمنا افرطنا في استخدام التكنولوجيا في كل حاجه، هي بتسهل لنا الامور، تحقق لنا الدقه والسرعه والكفاءه وكل حاجه. لكن لو الكهرباء قطعت نعمل ايه؟ ما نعرفش نحسب مساله. صح جدا. فاكتساب، اتعامل مع البدائل والطوارئ، ودي مهاره.
بالظبط. انا مش عايز برضو كل حاجه اديها للطالب متقشره كده ياكلها على الجاهز، لا انا عايزه يتعب نفسه شويه ويقشرها هو عشان يعرف هي بتتقشر ازاي، يكتسب مهارات التحليل والتفسير والنقد والحكم على الاشياء واتخاذ القرارات، مهارات بيكتسبها من خلال التفاعل مع المحتوى اللي هو صحيح. بيتعلمه صحيح. فلو حضرتك نرجع شوية، أنا كنت بقول نفرق بين تدريس الذكاء الاصطناعي والتدريس بالذكاء الاصطناعي. أنا مع تدريس الذكاء الاصطناعي 100%، لأن ده متطلب عصر ومتطلب سوق عمل. لكن التدريس بالذكاء الاصطناعي عليه الكثير من المحاذير، وفي عوامل خطورة كتيرة في التدريس باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولازم إذا كنا هنعمل حاجة زي كده لازم نبقى واخدين بالنا من هذه المحاذير ونتلافاها علشان ما نضمرش القدرات العقلية الطبيعية اللي موجودة عند أبنائنا. يبقى في كسل عقلي والطالب عنده مولود بمخ طبيعي ومليان قدرات واحنا ما بنشغلهاش، فبيفقدها بعد كده وبيعتمد اعتماد كلي على التكنولوجيا، ونيجي في الاخر لو الكهرباء قطعت ما يعرفش يعمل حاجه، تتوقف الحياه. تمام. طيب احنا في ضوء بقى كل اللي احنا اتكلمنا عنه وهذه التخصصات واحتياج سوق العمل، في عنصرين مهمين جدا يا دكتور فوزان يجب ان يكونوا في الخطه، المدرس وتطويره وتجهيزه لهذه المناهج الغير تقليديه، والاداره المدرسيه، المدير اللي بيدير المدرسه والوكيل والمساعدين والكلام ده كله. انا ما زال عندي اشكاليه، ولا استثني، يمكن يكون في مدارس على مستوى معين قادره تحقق ده، لكن انا عندي اشكاليه في المدرس، تطوير المدرس، قابليه المدرس للتطوير، دخل المدرس، مع العلم طبعا ما هتكلمش على الدروس والكلام ده كله، بتكلم على الدخول الاساسيه، يعني العمليه الاداريه جوه المدرسه والمدرس وسط كل اللي احنا بنقوله، فين من الكلام ده؟ طبعا كلام حضرتك مظبوط جدا، زي ما بيقولوا كده بالبلدي نص الشغلانه مدير. يعني نص الشغل مدير، لو المدير كفاءه هتلاقي العمل كله هيتم ايه بنجاح. انا من حظي الحلو انا مديري انسان متطور جدا، شهاده على الهوى لمديرك جدا جدا متطور جدا جدا. حتى على سبيل يعني برضه انا هتكلم في النقطه دي، ان حتى في استخدامات التكنولوجيا كان في برضه جزئيه عايزه اقولها. يعني احنا في مدرسه حكوميه مش دولي ولا مدرسه حكوميه ابتدائي حكومية. المدرسة دي احنا استخدمنا فيها، دمجنا التكنولوجيا في التعليم لجميع المراحل في الابتدائي. يعني خلينا الطلبة يعملوا كيو ار لكل فصل. حكيها لنا يا دكتور. كيو ار زي الباركود اللي على السلع. عن طريق برنامج بينزلوه على الموبايل. والبرنامج ده عملته على قائمة كل فصل. على باب الفصول، اي متابع بيدخل مجرد بيشغل برنامج الكيو ار من على موبايله من على تليفونه. بيجيب معلومات كاملة عن الفصل. تمام. عدد الطلبة قد إيه، الكثافة قد إيه، المدرسين، قوائم الفصول، المستوى، الدرجات، بيجيب معلومات شاملة وكاملة ومحللة. حتى المحافظ عندنا في القليوبية جه زارنا وشاف كل الحاجات دي. يعني بتفرحيني لما تقولي إنها مدرسة حكومية. حكومية. طب ما تقول لنا اسم المدرسة عشان نفتخر مدرسة الحرس الوطني 1، إدارة بنها التعليمية، محافظة القليوبية. ده حاجة حلوة قوي. هي واخدة رقم 1 في مبادرة تتحضر للأخضر على مستوى الجمهورية، أفضل مدير على مستوى الجمهورية. أيوة في القليوبية. خليني بقى يعني أستفيد وأشكر مدير هذه المدرسة الحكومية المصرية اللي في محافظة القليوبية في مدينة بنها اللي عاملة الكلام ده كله. كل الشكر والدعم دي ليه، وإنه عنده قادر يستفيد من قدرات يعني، ويا ريت ده يتعمم على مستوى مصر هذه التجربة. عذرا للمقاطعة بس كان لازم أشيد بهذه طبعا الإدارة. طبعا طبعا الإدارة. شكرا جزيلا لحضرتك على المداخلة دي، وهو فعلا يستحق أكتر من كده، لأني حتى على الجانب التكنولوجي هو كان بيمدنا بالحاجات دي. يعني بعض البرامج عنده هو بقى ينزلها على تليفونه ويعلمنا التجربة بقى. حكينا عن التجربة بقى وتفاصيلها. لأن أنا نفسي ما يبقاش عندي مدرسة في القليوبية، أنا نفسي يبقى عندي 50,000 مدرسة في كل المدارس مصر. كل المدارس اللي في محافظة القليوبية جوهم يشوفوا عندنا إحنا عملنا إيه على مستوى المحافظة. على مستوى المحافظة كله بقى يجي عندنا. عملتوا إيه تاني غير كده؟ يشوف الكيو آر، مبادرات تتحضر الأخضر. جمعنا من كل طالب عمل زرعة، جاب زرعة من عنده.
عملنا حديقة كبيرة جدا، حديقة في رياض الأطفال وحديقة تانية موجودة، وده كله متصور ومتوثق فيديوهات حديقتين. بيئة مبهجة، بيئة مبهجة على أعلى مستوى وبأقل أقل الإمكانيات. جبنا الكاوتشات اللي هي بتاعة العربيات القديمة مستهلكة، واستخدمناها في إعادة التدوير. ده كان المؤتمر بتاع بيها إيه؟ عملنا بيها شكل جمالي للزرع واستخدمناها في حاجات كتير مبهجة جدا على أعلى مستوى. الطلبة ساعدت معاكم؟ والطلبة أساسي موجودين ابتدائي، كل طالب داخل ومعاه زرعة في الحديقتين اللي عندنا في المدرسة. تمام، ايه تاني؟ حتى احنا خدنا رقم واحد على مستوى المحافظات كلها. يعني استفيدوا من البيئة وتطوير البيئة وإمكانيات الطلبة. في إعادة التدوير الريسايكلينج للحاجات اللي عندنا، أي حاجة، حتى في حاجات كتير يعني أنا مش متذكراها قوي، ما لحقتش أجهز يعني في الجزئية دي، بس حضرتك أتحت لي الحوار في النقطة دي، يعني أن استخدمنا كل الحاجات الموجودة في البيئة ولو بإمكانيات بسيطة. اتفق مع اللي قلنا دكتور طبعًا عاصم طبعًا. لما اتكلمنا على حتة أن الكليات والجامعات الأهلية بتستفيد بالبيئة بتاعتها، فالبداية من مدرسة ابتدائي يا دكتور، من مدرسة ابتدائي بأقل أقل الإمكانيات، لأن لما احنا بنيجي نطلب أي إمكانية لأي حاجة يقولك ما فيش دعم مادي. طب احنا استخدمناها، بقى من بيئتي، احنا عملنا برامج على تليفوناتنا، بقينا نجيب الطلبة وندربهم حتى في النشاط الصيفي في ابتدائي، في مدرستي في ابتدائي عملنا الكيو ار، وعملنا المدارس الخاصة تقولك ما عنديش امكانيات، الدولية يعني. في مدارس كتيرة جدا اتصلوا بينا، طب البرنامج اسمه ايه؟ دولية. ومدارس تجريبية في كل المحافظة اللي حوالينا، انتوا عملتوا ايه؟ انتوا اشتغلتوا ازاي؟ طب نوع البرامج ايه؟ الطالب اللي يتواجد في هذه المدرسة مش اكيد هيطلع في ثانوي، لو الدنيا مشيت معاه بنفس كده عمره ما هيفضل لحد ثالثه ثانوي موجود في كل في الطلبه المدرسة. خدوا البرنامج اللي هو بتاع المجسمات اللي بيعمل الحاجات 3D، وكانوا فرحانين جدا جدا بيهم بالبرنامج ده، واشتغلوا عليه اكتر، كان فعال واكتف في ماده العلوم عشان كل الحاجات هي صور، الكتاب كله صور. هذه الماده ويستصعبها، انا شديته وعملت له عامل جذب، عامل جذب ليه الفكره. تمام. وكانت جميله جدا. تمام دكتور عاصم، عايز اربط ده بقى بالنقطه اللي حضرتك قلتها بتاعه الجامعات الاهليه اللي في كل المحافظات. دكتور سوزي بتكلمني في القليوبيه، واكيد في جامعات اهليه في القليوبيه ومحافظات كتير من ابتدائي هذه التجربه. اذا انا محتاج تكامل ما بين وزاره التربيه والتعليم في المدرسه الابتدائي والاعدادي والثانوي عشان يوصل لي في الجامعه الاهليه منتج، ما انا برضو بقول على الطالب ده منتج مؤهل لسوق العمل، مبدع متفاعل مع بلده زي ما قالت سياده الرئيس. احنا لو نتذكر كده من فترة قريبة كان في اجتماع بين معالي رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي لمناقشة تطوير الثانوية العامة، وهي دي النقطة المهمة في الموضوع، يعني انه الربط ما بين ما يتم في التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، وان يبقى انا كنت اقترحت مرة ان احنا عايزين نعمل المجلس الاعلى للتعليم. المجلس الأعلى للتعليم ده يبقى تحت منه كده كمظلة كبيرة، تحت منه لجنتين، لجنة للتعليم قبل الجامعي ولجنة للتعليم الجامعي، واللجنتين دول بيندرجوا تحت مسمى المجلس الأعلى للتعليم. المجلس الأعلى للتعليم بينسق ما بين عمل اللجنتين، اللجنتين دول بيقترحوا السياسات والخطط التنفيذية للمناهج والمقررات اللي هتدرس في التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي. أهمية ده إيه بقى؟ أهمية ده إن يبقى في رؤية واحدة مشتركة للتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، وضمان لاستمرار المسارات زي ما سمعنا دلوقتي في أنشطة اتعملت في المرحلة الابتدائية. طب دي هل تستمر أو هل هتستمر في المرحلة الإعدادية؟ طيب لو استمرت في الإعدادية والثانوية على اعتبار أن ده كله بيتبع التعليم قبل الجامعي، هل في ضمانة لاستمرار مثل هذه الإجراءات ومثل هذه الخطوات في التعليم الجامعي؟ حاليا لا، لأن ده بيشتغل في ناحية وده بيشتغل في ناحية تانية خالص، ده له خططه وأهدافه وده له خططه وأهدافه. لكن لما يبقى عندنا مجلس أعلى للتعليم بينسق مثل هذه الأمور، رعاية الموهوبين والمتفوقين، عندنا في التعليم قبل الجامعي مدارس ستيم، تمام، حاجة مفخرة. إيه اللي بيقابلها في التعليم الجامعي؟ ايه بقى يعني طالب الستيم ده؟ الستيم ده ايه الطريق قدامه؟ بيكمل في التعليم الجامعي في نمط من التعليم متخصص بنفس القدر من التخصص زي اللي موجود في التعليم قبل الجامعي؟ لا طبعا. يعني طالب الستيم لسه عنده اشكاليه بالظبط في الحته دي، ان انا اهلته
عشان كده في جزء كبير ممكن يكمل بره. تعليم متخصص قوي ونظام تعليمي متخصص قوي، عارف ده بياخد لابتوب من اولى ثانوي وبيشتغل على بروجكت ومشروعات وقصص. لكن لما بتدخل الجامعه مفيش نظام مخصص لك كموهوب وكمتفوق. بقى بالجامعات الاهليه والحاجات الجديده، حتى الجامعات الاهليه بتدرس لكل الطلاب بنفس النظام، مفيش يعني محتاج اخد يعني رعايه الموهوبين والمتفوقين في الجامعات بتاخد شكل تاني خالص. كده حضرتك بتطالب بمجلس للتعليم يكمل الاستراتيجيه، في شايف هنا ايه ويوصل ليه، رؤيه مشتركه توحيد للسياسات، توحيد للاهداف، توحيد للخطط، توحيد للاجراءات، يبقى عارف ان الطالب الموهوب ده ناخده اصلا من كي جي 1 وتستمر او خطه الرعايه بتاعته ممتده، وعارف انا عارف الخطه المرحله الجايه هياخد ايه وهنكمل على ايه وهكذا لحد ما يدخل الجامعه ويتخرج من الجامعه. طيب. ويبقى في كمان مجلس اعلى لرعايه الموهوبين. الدوله دلوقتي الدوله دلوقتي قالوا ان هيبقى في مجلس اعلى للتعليم والبحث والابتكار، يعني دمجوهم. انا كنت اقترحت ده لوحده وده لوحده، مجلس اعلى للموهوبين ومجلس اعلى للتعليم. تمام. فدمج هذا الامر في المجلس الاعلى للتعليم والبحث والابتكار، ويبقى مهمته كده بقى انه هيشوف الخطط التعليميه ويبقى في اتساق وتوحيد للسياسات ورعايه الموهوبين، تاخد خط واحد من البدايه الى النهايه، ويبقى في ضمان حقيقي لاستمرار الخدمات المقدمه للموهوبين والمبتكرين في مراحل التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي. تمام. دكتور عاصم حجازي استاذ علم النفس التربوي بجامعه القاهره، شرفتنا ونورتنا وشكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا يا فندم. دكتوره سوزان سلامه ماجستير تكنولوجيا التعليم والتربيه، شرفتنا ونورتينا. شكرا جزيلا لحضرتك. فقره موفقه بحضراتكم وكم من المعلومات والشرح والتوضيح، دايما ضيوفنا وتشرفونا في البرنامج ونتحاور عشان نوصل في الاخر للدوله وللسوق العمل عايزين اولادنا يبقى مؤهلين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا ده كان موضوعنا النهارده على تطوير مسارات الثانويه العامه، وقلنا واتكلمنا ان الموضوع ما بيبتديش من الثانويه العامه، ده من حضانة وابتدائي واعدادي وثانوي عشان يبقى عندي الطالب المؤهل للكلية اللي محتاجها سوق العمل. دوما بنفتح كل الملفات اللي بتشغل بال وعقل المواطن المصري والدولة المصرية، وعلى رأسها طبعا ملف التعليم. غدا في تمام التاسعة يتجدد اللقاء، دوما معكم في النور، تصبحوا على ألف خير.